انا معانا الاخ اسامه من قطر. استاذ اسامه تفضل. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك، تفضل بالسؤال. ايوه شيخنا الله يجزيك خير، الله يصلح حالك. كيف حالك يا شيخنا؟ كل عام وانت طيب. اهلا وسهلا حبيبي. والله في اخ لي، الاخ ده من مصر، هو وشغال في قطر معانا هنا في قطر، وهو اصلا اجى اتزنق في ظروف صعبه في مصر ماديا يعني، اتلجأ الى مين؟ الى اخته، اخته كبيره عنه ومعاها فلوس مليانه شغاله يعني، فقال لها على ظروفه كذا كذا. هو تقريبا كان مدان في 50,000، فقالت له خلاص انا هدي لك ال 50,000 وتخلص دينك يا اخويا وما فيش اي حاجه، وتسددهم على ايه؟ على ما تقدر ليه. قال لها طيب. فحصل هذا الموضوع، وبقى سافر قطر يجي ويسدد لها كل شهر مبلغ، فعلا يعني. اجى لما لاخر حاجه كان فاضل 9,500 او 9,300. فسبحانه وتعالى توفت اخته. فالوقتي هو الوقت هي كانت متزوجه طبعا مع زوجها ومعها اولاد. فالوقت لا يعلم عنها اي حد. هي قالت له انا هعمل لك، هسدد لك، اديك الفلوس سرا بيني وبينك بس ما تقولش لحد. قالت لا لا كده يعني. قال لها طيب خلاص، ما لان دي من فلوسي اني مالي اني. فطبعا توفت الله يرحمها، وما يعلمش بحد هذا الموضوع الا زوجته واخوه، فاجي عايز يدفع الفلوس يبداها لمين؟ لزوجها واولاد. فاخوه قال له لا 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 لا، تعمل ليه كده؟ ازاي الوقت دول؟ الوقت مبلغ دي بتاعها خاص لها، وبعدين انت الوقت هتروح لازم توزعه، ده هياخد كام وده هياخد كام، الامور ثانيه. وبعدين هم لا يعلموا بشيء من هذا الموضوع، ممكن يحصل كلام. فالوقت قال له اخوه يا ابن الحلال، عايز تعمل لها عمل طيب زي ما هي ساعدتك ونفعتك وادتك الفلوس في حاله صدقه جاريه يعني. فانت طلع لها الجزء دي صدقه جاريه باسمها بتنفع. طيب استاذ اسامه مشغول دلوقتي. طيب استاذ اسامه، هو السؤال واضح، خليك معانا ان شاء الله. نقل السؤال للشيخ مولانا. انا واضح معاك. سؤال الاخ اسامه مولانا عن ان اخ استلف من اخته سرا مبلغ من المال دون ان يعلم احد، وبعد مده من الزمن بدا يسد لها هذا المبلغ، تبقى من هذا المبلغ حوالي 9,000 جنيه، ثم توفت هذه الاخت رحمها الله. فالسؤال الان، هذا الاخ ما زال على عليه لاخته 9,000 جنيه، هل يرد المبلغ لزوجها واولادها ام يخرجوا صدقه جاريه بناء على نصيحه اخوه حتى لا يكون هناك فساد وما الى ذلك؟ النص يقول تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اي نعم. اذا كان السؤال بهذه الصيغه، وبهذه الصوره، اخ استلف من اخته مبلغ من المال بينه وبينها، اصبح هذا قرض. النص الكريم يقول تعالى في سوره البقره: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة سمى الدين أو القرض، سماه أمانة. أمانة. والله تعالى يقول في سورتي المؤمنون والمعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والله تعالى يقول في النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقلنا آية البقرة: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أي نعم. وبعدين الأصل في هذا الدين هو صح جرى بين الأخ وأخته، لكن الشرع يعني بالأمان صح، لكن عندنا في سورة البقرة في الآية 282، سجلوا الآية عندكم، وإذا كان الأخ الحبيب الأخ أسامة يسمعني الآن لازال على الخط. نعم. الآية 282 و283 من سورة البقرة تبين أن الديون أنواع ثلاثة، أو البيوع ثلاثة، يعني بيع يتم توثيقه بالكتابة والشهود، وبيع يتم توثيقه بالرهان، وبيع يتم يسمى بيع أمانة، يتم بالأمانة، لا يكتب ولا يستشهد عليه ولا يؤخذ رهن. فالآيتين دول، هاتان الآيتان 282 صدر، وهي أطول آية في القرآن الكريم كله. يقول تعالى: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وكما يقول الإمام القفار رحمه الله تعالى: الشأن في القرآن الكريم أن يتحدث بإيجاز دون إطناب. إلا في مسألة الدين الله تعالى فصل فيها تفصيلا لم يفصله في قضية أخرى. سبحان الله. على هذا النحو: فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب واليوم الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان إلى آخر هذه الآية الكريمة. يبقى دلوقتي أخته أعطته المبلغ هذا، السلف هذا، لم تستكتبه ولم تستشهد عليه ولم تأخذ منه رهن. والأشياء دي كلها تسمى في عقود في كتب الفقه الإسلامي بعقود التوثيقات، يعني يؤخذ الرهن، يؤخذ الرهن توثيق للدين، أو الكتابة، أو الكتابة والشهود، أو الكتابة والشهود للتوثيق. طيب هي أمنت أخاها، عندها ثقة في أخيها، ناس يؤدي الأمانة، أدركتها المنية، هو سدد جزء من المبلغ الدين ده كله في حياتها، في عين حياتها، توفيت. يجب عليه أن يؤدي هذا المبلغ ويضاف إلى تركتها، تركة أخته. يضاف إلى تركة أخته. وبالتالي الورثة الشرعيون على حسب درجاتهم وأنصبتهم يضاف هذا المبلغ إلى بقية تركتها، ويتم توزيعه بتوزيع الله تبارك وتعالى. ولذلك لأن الديون دي أمرها شديد وأمرها خطير. يعني الرسول عندنا الآيات الكريمة اللي قلنا آية 280 و283 وفي سورة النساء الآية 11 و12 سجلوا الآيات 11 و12. طب مولانا للأسف مولانا هو يعني الوقت بيضيق، ف معاك هو خلص سمعنا. المهم الآن المفروض الأخ لا يسدد المبلغ، يضاف إلى تركة أخته، يضاف إلى تركة أخته. وبعدين طبعا هو إذا كان لها أولاد يبقى هو لا نصيب له في التركة، لأن الإخوة والأخوات يحجبون من الميراث بوجود الأصل الوارث الأب أو وجود الفرع الوارث الذكر، فتعطى لهم. لكن كون أن أخوه ينصحه يقول له تصدق بهذا المال على أختك، لا، هو لا يملك هذا المال. الإنسان يتصدق عن ملك، لكن هو ليس مالكا عن هذا المال، وجب عليه ان يؤدي هذا المال، يؤدي امان ان شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. فهذا هو الشرع الحكيم، انه يسدد الدين ده ويدفعه الى الورثه اللي هي الزوجه، اللي هو زوج اخته واولادها، وهم حرم بعد ذلك يوزعوا التركه كما وزع الله تعالى من فوق سبع السماوات ان شاء الله سبحانه وتعالى. والا سيسال عن هذا الامر يوم القيامه. وقلنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده، يكتب وصيته، يكتب اللي له ويكتب اللي عليه، حتى لا تضيع الاموال بين الناس هكذا هباء منثورا. نعم.